بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أخوتي أخواتي الأحبة، الأحد أربع آب، هو الأحد التاسع بعد العنصرة، والكنيسة بتوضع لنا النص يلي مأخوذ من إشعياء وإري الرب يسوع بالمجمع يلي بيحكي عن مسحني الرب، أرسلني الرب ومسحني لأبشر المساكين وأطلق المأسورين وأفتح العميان. هذا البرنامج يسوع تبنيه واخده على عاتقه، وهذا المشروع هو لكل الناس، لليهود وللوثنيين، وهيدي رسالة يسوع أعطاها للتلاميذ وقال لهم بشروا العالم كله سوا. ومربورس بيقول إنه المسيح جاء ليدعو البعيدين والأقربين على حد سواء، تيكونوا كلهم أبناء الله الواحد في الروح القدس. والملفت إنه المسيح بلش هيدي الرسالة بعد ما مسح بالروح القدس على نهر الأردن على غرار الأنبياء والملوك الذين كانوا يمسحون بالزيت حتى يبلشوا خدمتهم. المسيح مسح بالروح القدس، وكذلك التلاميذ كمان يما بلشوا رسالتهم مسحوا بالروح القدس، يما الحل عليهم بألسنة من نار وفتحوا العلي وانطلقوا إلى البشارة. نحن كمان اليوم الممسوحين بالروح القدس بسر التثبيت وسر العماد المقدس، حتى نكون مرسلين كل واحد منا يحقق مشروع الله الخلاصي بالمكان يلي هو موجود فيه. وهذا الشيء البابا بيذكرنا فيه برسالته معمدون ومرسلون، بيقول كل واحد منا وكل واحدة منا هي رسول، هو رسول وهي رسولي بالمكان يلي هني فيه. إذن هالمسحة نحن بناخدها بالميرون المقدس، وبناخدها بوضع اليد، الكاهن بيوضع اليد بسر التثبيت نسبة إلى وضع يد بطرس يم الكاهن بالسامرة وعمدهم فيليبوس، وحل الروح القدس بعد وضع اليد، وبولس بأفسوس كمان وضع اليد بيقول كتب الأعمال الرسل وحل عليهم الروح القدس. فإذا نحن وضع اليد على رأس المعمد أثناء التثبيت هي علامة حلول هذا الروح القدس. فإذا هالمسحة بتعطينا نتعمق أكثر ببنوتنا الإلهية اللي منخذها بالمعمودية، بتخلينا نتحد بالمسيح أكثر وأكثر، مش بس بالإفخارستية، نتحد بالمسيح يعني بنحاول نلبس فكر المسيح مثل ما بيقول مربولوس. بيخلينا هالمسحة نوعا لمواهب الروح القدس السبعة يلي ربنا عطينيها، واللي أول شيء هي الحكمة، رأس الحكمة هي مخافة الله، وهالمسحة بتخلينا نرتبط ارتباط وثيق بالكنيسة بجسد المسيح السري. أخوتي أخواتي الأحبة، خلينا نحن نستلهم هذا الروح ونوعا لأهمية هالمسحة الإلهية يلي بناخدها بسر المعمودية أو بسر التثبيت، حتى تساعدنا نتحرر من كل شيء بيأسرنا، حتى تفتح لنا عيوننا على كلمة الله، ونفهم إنه علامات الله بيحكينا فيهم بواسطة هذه الكلمة، ولنفهم إنه هاي الكلمة موجهة لكل واحد منا شخصيا. ساعتها بنقدر نقول مع يسوع المسيح اليوم تمت هذه الكتابة على مسامعكم آمين.